الحمد لله. تفضل سي بلال. سبت عيد الفطر مبارك، نتمنى كطاقم إذاعة تبسة من الجزائر، نتمنى لكافة مستمعينا من مكان من المتواجد وخاصة سكان بلاد تبسة عيد سعيد كل عام والجميع بألف ألف خير. وش تقول للأعضاء صفحة تبسان فوتو بارجور والمتواجدين على الفيسبوك بصفة عامة؟ يعني إن شاء الله يكونوا أصدقاء دائمين، وإن شاء الله يعبروا فقط بطريقة مهذبة في كثير من الصور اللي يشوفوها، ولكن حتى وإن ما عجبتكش الصورة حاول تعطي أحسن صورة في لفظك، في تعليقك، في تواجدك عبر الصفحة، لأن الصفحة يزورها أخوات وإخوة، تزورها عائلات بكلها، وكل صفحة فيسبوك، كل صفحة في التواصل الاجتماعي اسمها تواصل اجتماعي، يعني لازم يكون تواصل مهذب، تواصل حضاري، تواصل في حوار الأذهان بعيد على كل ملابسات. وإن شاء الله كل عام وانتم بخير. حصت ناس الهمة نشطت في شهر رمضان، تلخص لنا نشاطها سيدي؟ راهي نشاط حصة ناس الهمة في شهر رمضان كان تركز في بدايته حول كسوة اليتيم، كنا نطمح إلى عدد يعني فوق 100، ولكن لقينا روحنا مع العشر الأواخر لشهر رمضان في أكثر من 400 كسوة لليتامى، حتى أنه في آخر المطاف أصبحنا دخلنا أبناء المطلقات، أبناء أيضا ضحايا طلاق، معوزين وغيرها، وصلنا لأزيد من 400 كسوة، ولحد الآن ما زالت عندنا يعني مجموعة قلنا خلوها للدخول المدرسي، ربما خلوها لعيد الأضحى المبارك. أيضا قفة رمضان كنا وزعنا أزيد من 12 قفة، قفة رمضان قيمة القفة بحوالي 3500 دينار جزائري للقفة الواحدة على عائلات الأيتام على وجه الخصوص. أيضا مواصلين في العملية تاع العمليات الجراحية، لأنه منذ سنة منذ انطلاق برنامج أسلم في نسخته الجديدة وصلنا أزيد من 130 عملية جراحية يعني بمختلف أنواعها. أكبر عملية كانت 400 مليون سنتيم، وكان بتدخل من السيدة النائب بالمجلس الشعبي الوطني الأستاذة سميرة ضويفية زوجة سي رشيد عبيد، اللي تكفلت عن طريق تدخلها في جزائر العاصمة لعملية قصي اللي كان يحتاج 400 مليون سنتيم لزرع عضلات البطن. الآن العملية الثانية الكبيرة اللي هي 300 مليون سنتيم اللي هي الأخت زبيدة، يعني في خلال تقريبا شهر قدرنا نوصل ل 100 مليون سنتيم اللي استلمتها من طرف المحسنين، لأنه برنامج ناس الهمة مشروع إنسان قبل كل شيء، لذلك سميناه ناس الهمة، ما سميناش ناس الخير، ما سميناه ناس الهمة، الهمة والشان، يعني الإنسان اللي يقوم بدوره كما ينبغي في الحياة يدل على الخير. وحبيت نشكر بهذه المناسبة كل فاعلي الخير في برنامج ناس الهمة، المعلومين والمجهولين، كل أيضا الأطباء اللي قدموا يد المساعدة للبرنامج من حيث تأكيد الحالات، لأنه حالات تجينا نحن ماناش أطباء باش نعرفوها إذا كانت حالات حقيقية أو لا، نوجهوها للأطباء كثيرين يعني هم ما يحبوش يتذكروا بالاسم، نحاولوا دائما أن نوجه لهم التحية، لأنه من لم يشكر الناس لم يشكر الله سبحانه وتعالى، وبالتالي نتمنى فقط تواجد دائما في مساحات الخير أينما كانت بتعدد أوجهها. شكرا سيدي. نسلم لكم صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير ان شاء الله، ان شاء الله يعيدوا علينا ربي باليمن والخير والبركات. بالمناسبة هذه نحب نهدي تحياتي لزملائي في الإذاعة، للأسرة في البيت، أيضا نهدي تحياتي لكل الجمعيات الناشطة في ولاية تبسة، ونتمنى أنهم يزيدوا شوية من النشاط ويزيدوا شوية من تكاثف الجهود، وكل صراحة إهدائي الخاص لك أنت شخصي. بارك الله فيك. شكرا. شكرا جوردين. طبعا أنت تشوف إحنا هنا في إذاعة تبسة حبيبتنا يتلمنا في كل المناسبات، وهو المنبر اللي من خلاله نحن نرسل تحية عيد الفطر المبارك لهذه السنة، أعده الله باليمن والخير والبركة على كافة سكان ولاية تبسة، وبطبيعة الحال احنا نخصص منهم الفنانين المثقفين أبنائنا أولياءنا أعز الناس اللي هم أمهاتنا. جميل جدا. يلا يا لينا لعبي معي يا لينا كيفك معي صحيتي بنتي. نقول يا ربي عاد علينا هذا وعلى الوطن الحبيب خاصة بألف ألف خير، وتكون نجاحات أبنائنا في دراستهم هذا هو الأساس، ويكون عندهم خاصة ذلك الضمير الحي اللي يرفعوا به راية. أتمنى أيضا بكل صراحة للأمة العربية الإسلامية جيراننا بتونس
نتكلم على ليبيا، نتكلم على مصر، نتكلم على لبنان، على فلسطين، نتكلم قرب تونس بطبيعة الحال. كل هالدول هذه الجريحة اليوم نتمنى لها أن هذا الجرح يعني يبرى في أقرب وقت وتطفى هذه الجمرة ونرجع كما قبل. نتمنى أننا مش عارف نفطن في الجزائر، نشرب قهوة في المغرب، نتغدى في تونس، نتعشى في مصر، نعمل دورة في السودان، نرجع لليبيا، نروح لدولنا العربية هذه كلها. هذا حلم نحلموه، لكن علاش؟ ربي سبحانه كل حاجة فيها خير. كل عام وانت بخير إن شاء الله. يرجع لنا العام الجاي رمضان ويرجع لنا العيد بالخير ولهنا إن شاء الله. وتحياتنا لكل الأصدقاء وكل الزملاء وكل أحبابنا في تبسة، وتحية لكل أعضاء أحباب تبسة بهذه المناسبة، وإن شاء الله تكون سنة تاع نشاط أكثر وحيوية أكثر ومشهورية. بارك الله فيك سفيان، وفق إن شاء الله.